الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إبراهيم عليه السلام نصح قومه في هذه الآيات، قال اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم لعلكم تتقون، بعدين قال لهم إنما تعبدون من دون الله أوثانا، يعني تماثيل، هم بيعبدوا تماثيل. قال وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا الكلام الذي قاله إبراهيم عليه السلام لقومه هو ما جاء على لسان قومه، براهم هم قالوا الكلام ده، كما جاء في سورة الشعراء قال تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كلم قومك بنبأ قوم إبراهيم معه اللي حصل معه شنو. قال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، انتم بتعبدوا شنو؟ ما كذبوا في النقطة دي، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نحن بنعكف على أصنام بنعبدها، والصنم ده في النهاية تمثال، والتمثال إما يكون تمثال لبشر من الصالحين أو يكون تمثال لشجر أو حجر أو غيره. فهم اعترفوا قالوا نعبد أصناما، ما كذبوا في الموضوع ده، فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام سألهم أسئلة، السؤال الأول قال هل يسمعونكم إذ تدعون، يعني أنتم بتعبدوا أوثان، الأوثان دي لا تسمع ولا تبصر، فالسؤال اللي وجهه لهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون، بيسمعوكم لما تنادوهم. السؤال الثاني قال أو ينفعونكم أو يضرون، بيجلبوا نفع ولا ضر. أيوة الإجابة بتاعتهم شنو؟ لا جاوبوا على السؤال الأول اللي هو هل يسمعونكم بيسمعوا، ما جاوبوا على السؤال ده. السؤال الثاني بينفع بيضر، ما جاوبوا عليه، جاوبوا حاجة ثانية ما عندها علاقة بالموضوع. قالوا ده السبب، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ودي عند العرب ما تسمى بالحيدة، الحيدة يعني بالدارجية بتاعتنا الزوغة، لما الزول يسألوا من سؤال والإجابة تبقى عليه صعبة بيقوم بيزوغ، الزوغة دي زاغوا الجماعة القدام ديلك. أسا أنت لو جيت قدمت نفس السؤال للجماعة بتاعيننا في البلد دي، هنا في جماعة بتلقاهم عاكفين عند القبر بتاع المكاشفي أبو عمر، في ناس ثانيين قاعدين في الكريدة، في واحدين غيرهم قاعدين في زريبة البرعي، في واحدين هناك مع حسن بجلابية، يا حسن بجلابية قال والتمساح دخل الشايقية، ده في كسلة، فهمت؟ ده احنا مشينا هناك لقينا القبة بتاعت الجد بتاعه ده ذاته فاتحة بفوق، ما فيها عرش، فاتحة سايق، قلنا لهم ده شنو ده؟ قالوا الأولياء بيجوا زيارة للشيخ بالليل وبيجوا متلبين بفوق كده خاشين بفوق القبة زيارة للشيخ ده، أولياء ماتوا زمانهم قال بيزوروا لا شنو ذاته، فهمت؟ قدم سؤال لكل هؤلاء
العاكفين على القبور واللي في قبور حمد النيل وفي غيره، قدم سؤال لهم. السؤال الأول، أنت جاي للشيخ وبتنده، الجاي عنده جنى مرضان، الجاي عنده زول دار ينجح، فهمت؟ الجاي داير الشفاء لنفسه غيره من الأسباب. سؤال نمرة واحد، الشيخ جوا الواطدة دفنوا زمان ما بدري، طيب انت لما تدعوه بيسمعك ولا لا؟ ما اقدر اقول بيسمع، ما اقدر. طيب السؤال نمرة اثنين، لو سلمنا جدلا انه بيسمعك، سمعك عديد، انت رفعت يدك قلت يا بجلابيو، وهو جوا ما عنده اي جلابي وقاعد مفكه ساي، لكن انت قلت يا بجلابيو، اها سمعك، ربنا قال لك او ينفعونكم او يضرون، انت بينفعك وبضرك؟ ما بيملك لك شيء. ليه؟ ليه احنا قلنا ما بينفع وبضر؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ها؟ أو لا يملكون لهم نفعا، كويس؟ ما بيقدر يملك لك أي حاجة، ده الميت، إنسان ميت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني بني آدم المادة ثاني ما عنده عمل، عشان ينفعك ويضرك ده ما عمل صالح، ده ما عنده عمل صالح ثاني. ليه؟ انقطع عمله إلا من ثلاث، قال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انتهى الموضوع. ثاني انت زولك الجاي واقف جنب القبر بتاعه ده حيملك لك شنو؟ ما حيملك أي حاجة. لذلك إبراهيم عليه السلام لما سألهم الأسئلة دي عملوا حاجة اسمها الحيدر، وسا جماعتنا ديل بيعملوا نفس النظام ده، لما تقول لهم الأولياء بينفعوك ولا بضروك بيعملوا لك شنو؟ يقول لك إذا أنت بتنبذ الأولياء، تقعد تسيل الأولياء. يا زول ده ما موضوعنا، فهمت؟ ده ما موضوعنا. أنا أسأل، أنا نبست أبو زول ولا أم زول، قلت لك بينفعك وبضرك، بيسمعك لما تدعوه، مع إنه ربنا في سورة فاطر قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، الله قال ما بيسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ما بيسمعوا ولا بجيبوك ولا بينفعوك، كويس؟ لكن لما تسأل يقول لك يا مولانا شوف نحن جننا وجننا بز الأولياء، أسأل نبزوا منو؟ أنا سألتك سؤال معين، جاوب السؤال بتاعي بس، بينفعك وبضرك ولا لا؟ إذا قلت ما بينفعني ولا بضرني أقول لك جاي ليه؟ إذا قلت بينفعني وبضرني أقول لك جيب الدليل. وين الدليل؟ مع إنه نحن نملك أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة إنه حد بينفع وبضر، ما في. منها واحد، النبي عليه الصلاة والسلام ده سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ربنا قال عنه قل إني، هذا ده النبي كمان، أنت شيخك ده خير منه ولا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أها تاني في كلام؟ ما في كلام تاني، انتهى الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء، جمع أهله قبيلته وأسرته، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، قال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. النبي بيقول لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. يجيك بيجاي واحد هنا قال يوم الحلوق الكظم، ده بيجاي هذا قريب، قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم، بنظم الجماعة برصهم. ده بحلك اترصيت بجنودك
ما ترصيت ده ما بحلك. كتاب اسمه سراج السالكين، تأليف ود بدر، المطبعة مطبعة دار العملة، الجهة الطابعة الهيئة العامة للذكر والذاكرين برعاية وزارة الإرشاد والأوقاف. ده ما كتاب جبناه احنا من عندنا، كتاب موثق 100%. ده بيسأل جوا، قال قدم سؤال الحوار للشيخ. السؤال قال له: هل يعرف المريد شيخه يوم القيامة؟ بيعرفه ولا ما بيعرفه؟ قال ده السؤال كده. ده الإجابة قال: نعم بيعرفه. بيعرفه كيف؟ قال: إن لكل شيخ من الشيوخ طبل يوم القيامة، نوبة بدقة. وقال: أي واحد من الحيران بيعرف النوبة بتاعت شيخه بيمشي عليه. ها قال: وحق المريد، ده الكتاب ذاته السراج السالكين، عشان تعرف الحاصل. انت صوفي سايب واحد يقول لك يا مولانا صوفي والحمد لله، صوفي على شنو؟ انت بتعرف التصوف يا اخي؟ تعال اقرا الكتب دي، شوف الحاصل جوا شنو، عشان ما تتلخبط صايت. الناس دي شايلها العاطفه بس، قام لقى امه تجانيه وابوه تجاني، خلاص يقول لك الله انا تجاني اما عن اب تجاني شهاده بحث. يا زول وشنو انت قايله؟ انت ما اسالهم قولوا التجانيه دي شنو ذاتها يا اخي؟ اعرف الحاصل انت. كتاب بتاع ود بدر سراج السالكين نفس الكتاب قال: حق المريد على الشيخ اربعه. الشيخ عنده حق على المريد، زي ما او المريد عنده حق على الشيخ، زي ما الشيخ عنده حق على المريد. انت لك مريد تمشي للشيخ بتعصر لك ورعيه وبتدفع البياض، فهمت؟ والشيخ بتهببون الضبان وكده، وانت لما تجي داخل بتملص الطاقيه، بتملص نعلاتك وتجي تبوسه في كرعيه. ده ما حق الشيخ على المريد. قال لك المريد ذاته عنده حق على الشيخ. حقه شنو؟ قال حقه اربعه. قال: ان ياتيه عند سكرات الموت فيلقنه الشهاده. الشيخ مات زمان، خد بالك، بدري مات الشيخ، تب دفنوه. أول ما الحوار الملائكة تقدر تقبض روحه، بيجي طوال أبوه الشيخ بصنقر جم راسه، يقول له قول كده، قول الشهادة. وأبوك الشيخ قالها عشان تقول أنت؟ والشيخ ذاته مات كيف عليمه والله، فهمت؟ قال يلقنوا الشهادة. أول ما مات انتهى الموضوع. دي الأولى، نمرة واحد انتهت. نمرة اثنين قال: أن يأتيه عند السؤال، لما يسأل الملكان يجي يسألوه: من ربك وما دينك وما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ قال بيجوا طوالي بيقعدوا، الشيخ بيقعد جنبه، لو سألوه قال يساعدوا في الإجابة. في كتاب زاهر الرياض، خد بالك عشان انت تعرف انه خطر التصوف ده، ده خطر بتاع ضياع عقيده. انت ما فاهم الحاصل، وعايز ساعه تلقى شغال في النوبه، اوه الهبر ملو حفروا البير جابوا له دلوك رقص تمام وشال له سبحه، يقول لك والله التصوف ظريف يا مولانا يا اخي، طريقه ظريفه. انت ما عارف الحاصل ولا شنو؟ انت اقرا التصوف ده عارف هو فيه شنو؟ كتاب زهير الرياض المؤلف عبد المحمود نور الدايم، الجهه الطابعه القاهره، الجهه اللي بتبيع الكتاب الدار السودانيه للكتب، مكتبة جامعة، مكتبة العلوم في ام درمان، كتاب بتاع صوفية مؤكد ما في لعب، كويس؟ قال جوا الشيخ عنده حوار اسمه احمد اشرف على الوفاء، قرب كده خلاص، جا في سكرات الموت، كويس؟ قال الشيخ طوالي جا قعد جم راسه، وملك الموت نزل قال دار يقبض الروح بتاعته، قال الشيخ قال له ارجع الى ربك، ارجع. قال يا ناس في دول برجع ملك موت؟ ملك الموت انت بترجعه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انت بتموت بتموت. قال لي ملك الموت، قال لي ارجع. قال ملك الموت رجع لربنا وجا راجع ثاني، قال له انا سألت ربنا وقال عمره انتهى، ما عنده حاجة ثاني. قال لي اقول لك حاجة ارجع. قل له الشيخ احمد الطيب البشير قال ان الامر قد نسخ، موت ما في. ده انت بتصدق الكلام ده؟ ده دين عند ده، حق المريد على الشيخ وحق الشيخ على المريد،
وقال يلقنوا الشهادة. بعدين قال بيقابلوا يوم القيامة عند الصراط. الصراط يا ناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصراط مدحضة مزلة، يعني هو أملس وحاد جدا زي السيف، وشعر رقيقة جدا كويس. قال عليه خطاطيف وكلاليب، دي في الصراط حديد فوق بيقلع الناس برمون جوا، والناس يمرون عليه حسب إيمانهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو حبوا. قال ومنهم المكردس في جهنم. ده الصراط منظر انت ما بتقدر تعاين، خليك. قال الشيخ بيجيب جيب جنب الصراط، اي زول قال ادعتر